ضروري خصها تكون عنده محفظه مشتركه اللي كتمثل التجار حقيقيا، التاجر اللي عنده محل حقيقي باش نكون واضحين. لا كاين اللي كيقول لك انا كنفرج، كاين اللي كيقول لك انا كذا، كاين اللي كيقول لك انا ما استفدت في حياتي. كاين قبل تجات واحده قضيه، انا غير كنضرب في السوق كندير باليش على مخزني المحل باش ما يكذب عليهم حتى شي واحد. التجار كاين لوائح، هادو ملفات ديال المحلات، هادو الحاله المدنيه ديال المحل، شكون من المحل ومنين جاه وكيفاش جاه ولمن عطاه وفين وصل دابا. يعني ما كاينش شي حاجه اللي تكون غير المسائل مضبوطه وقانونيه، حتى ولا شي واحد طاح مشي قانت راه كاين ملفات باش نكونوا واضحين. كل محل محل عنده ملف ديالو. اصحاب النجيره النجاره والحداده واشياء اخرى اللي كنسميوها احنا من المهن اللي مزعجه اللي كتدخل في هذا المجال هذا، هو عندهم خيارات ويختاروا اللي بغاو. بغاو يبقاو في ديك السوق غيبقاو فيه وغنناقشوا المجال كيفاش غنخدموا فيه. بغاو ينتقلوا لمنطقه صناعيه اللي عاملين هذا ديال المهن المزعجه غنناقشوا معهم هذا الوضع. الوضع اللي بغاوه غنعملوه معاهم. باب النقاش مفتوح وغنفتحوه، ولكن كنشوفوا دابا الان الروابط ديال التجار بدا باقي ما فتحناش شي باب، ولو انني اجتمعت معاهم وقلت لهم شني كاين غنفتحوا باب اخر. عاد سال هاد الامور هذا هو يكون عندنا معطيات غنفتحوا الباب ديال الحوار مع جميع التجار. وانا كرئيس مقاطعه غنفتح الباب لجميع التجار وفتحوا دابا. اللي عنده شي سؤال بسم الله مرحبا نجاوبوا. رقم الهاتف راه الحمد لله ما كنشدوش، كاين شي حاجه نمشي معاهم فيما بغاو، نشرحوا لهم بالوضع بالتفصيل حتى الاتفاقيات نشرحوها، ملي توصلوا للتصميم نشرحوه. وانا راه واحد من التجار، ما يمكنش نمشي ضد التاجر باش نكون واضحين. انا مهني ونائب رئيس غرفه التجاره والصناعه والخدمات لجهه الترجمه طوال الحسيمه، من بين الاسس اللي عندي انني الدفاع على المهنيين هذو حاسين بهم في اطار القانون، في اطار كل واحد يدي حقه، اللي عنده شي حق يديه، اللي ما عندوش يسمح لنا. هذه الخلاصه صافي.